العراقي الوحيد من فئه المؤثرين الشباب. ما اعرف شلون اصارحكم بانه تم ترشيحي مع عمالقه صناع المحتوى والمؤثرين العرب للحصول على جائزه افضل شخصيه مؤثره لعام 2023 من فئه الشباب بالوطن العربي في اكبر حفل توزيع جوائز عربي من نوعه جوي اووردز. المهم أنا العراقي الوحيد اللي تم ترشيحي لهذه الجائزة من هذه الفئة، وتم ترشيحي لهذه الجائزة أكيد لسبب واحد وهو دعمكم، واللي أنا وياكم قدرنا نغير ولو شيء بسيط من سلوكيات جزء من المجتمع، ومستمرين بهذا الطريق. سعيد لأن ترشحت وسعيد بدعمكم المستمر. اللي حب يعرف طريقة التصويت فلازم تحملون التطبيق من الأب ستور أو الجوجل، ومن ثم تسجلون بي عن طريق الإيميل أو الفيسبوك، ومن ثم تختارون قائمة المؤثرين أو الانفلونسرز، ومن ثم قائمة الشباب، ورح تلقوني من ضمن قائمة 27 شخصية مؤثرة شابة في الوطن العربي. شكرا.